التعاون اللي ما بين المتحده وموسم الرياض والهيئه العامه للترفيه في المملكه العربيه السعوديه، بتشوفي التعاون ده مفيد؟ انا شايفه التعاون ده مفيد جدا جدا جدا، وبجد عايزه اشكر السعوديه وعايزه اشكر الشركه المتحده ان احنا تعاوننا مع بعض وعملنا عرض جميل زي السندباد. السندباد عرض عارف ممكن يتعرض كمان سنه واثنين وثلاثه، ليه؟ لان هو الضحك فيه عام، و وكمان الجمهور ممكن من الأطفال للكبار، فعرض متنوع وفي موسيقى وفي رقص استعراضات وفي ضحك وفي دراما، صح. فهو عرض متكامل، والعروض دي يمكن ما بتحصلش كتير، صح. قوي، صح. انك انت تشجع الفن العربي عموما دي حاجة جميلة قوي، واحنا بنكسب الجمهور، بنكسب جمهور الوطن العربي كله، وان شاء الله يبقى في حاجات اكتر وفي حاجات مختلفة. وانا شايفه دلوقتي التعامل كمان على مستوى السينما ومستوى التلفزيون والسينما والمسرح، وانا يمكن كنت من زمان بقول احنا في الوطن العربي عندنا مواهب كتير حلوه، من المخرجين، من الكتاب، من الممثلين، كان يمكن ناقصنا ان احنا يعني الانتاج يبقى مشترك مع بعض، ودي حاجه جميله جدا. صحيح.